متابعينا الكرام، واليوم نلتقي في بطولة إبراهيم الزبيدي الثالثة. أكيد نلتقي بالجمال والكمال والرائع والمبدع الحارس الجميل لاعب النادي الأهلي أبو عمار. أهلا وسهلا فيك ياسر المسيلم. أهلا وسهلا فيك ومشكرين على هذه الاستضافة. اليوم نحن نشوف هذا التجمع الرياضي خصوصا بتواجد نخبة من أمثالكم في هذه البطولات والنهائيات وحضوركم الدائم خصوصا في الأحياء، فهذا شيء يحسب لكم. شيء اللي نحن نتشرف بأن نكون بين أخواننا هنا في محافظة القنفذة. بالعكس نحن الناس اللي نشجع على هذه البطولات خاصة للشباب السعودي. تعرف احنا عندنا شباب موهوب كثير ويحتاج انه يفرغ طاقته في المباريات هذه، فالبطولات اللي زي هذه هي متنفس لهم، فدائما احنا نشجع عليها ونتشرف في حضور اي بطولة من هذا النوع. اكيد ابو عمار انت بخبرتك في الملاعب وحضورك الدائم، يعني هل في نماذج ينافسوا على مستوى لاعبي كرة القدم خصوصا مشاركين في دوري روشن او الدواري الاخرى؟ بصراحة شوف أغلب لعيبة الدوري وأغلب إحنا كلاعب أغلبنا ترى بدينا من الحواري، كرة مباريات بطولة الحواري. يعني أنا أتكلم عن محافظة الأحساء، دائما فيها بطولات كثيرة تقام خاصة في شهر رمضان، ونجوم كثير برزوا من هذه البطولات، وأنا واحدة من ضمن الناس اللي برزنا في البطولات الحواري. يعني هي كاكتشاف للعيبة، اللي يعني في لعيبة كثيرة ممكن ما تقدر تشوفهم إلا عن طريق البطولات اللي زي هذه. أكيد يعني أنت تقول اليوم منبر المواهب تبدأ من الملاعب في الأحياء من البطولات. اليوم تواجدك في هذا الكرنفال الجميل رسالة توجهها بخبرتك، يعني كابتن أبو عمار أنت لك خبرة، يعني أكيد تخط وتعبت عشان وصلت لهذه المستويات، واليوم نشوفك رجل لامع. أنت مثلت النادي الأهلي، مثلت أندية سابقة، مثلت المنتخب السعودي، رسالتك لشق الطريق الصحيح للمواهب القادمة. أول شيء طبعا التركيز في البطولات على البطولات هذه، أو لابد يكون وجود الكشافين، فهمت؟ الكشافين لما تكون متواجدين في بطولات زي هذه يقدرون، يعني في ناس عندهم نظرة تعرف اللاعب اللي عنده الموهبة، ففي كشافين يعني عندهم الحس هذا، فوجودهم في بطولات زي هذه يقدرون يعني ياخذون النخبة الموجودين في هذه البطولات. يعني أنت ترى يا أبو عمار إنه وجود مثل هذه البطولات خدمة أيضا للكرة السعودية كافة؟ أكيد أكيد خدمة دائما. إحنا قال من بطولة الحواري هي دائما تطلع النجوم. الله يعطيك العافية. كيف تشوف إن شاء الله النهائي بيكون اليوم؟ والله هذا أنا تفرجت تقريبا جزء بسيط من نصف النهائي عن طريق اليوتيوب. طبعا أخذت نظرة كبيرة عن البطولة ما شاء الله، يعني شايف العدد الجماهيري اللي يجي فيها كبطولة حواري، فهذا يدل على حب الرياضة في هالمنطقة، خاصة حب كرة القدم في محافظة القنفذة. وبإذن الله اليوم استمتع في نهائي إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للفريقين المتأهلين. آمين. ونشكر الحارس الجميل حارس المنتخب السعودي ونادي الأهلي السعودي أبو عمار ياسر المسيلم، ودائما روحه الجميلة هي من تعكس جمال كرة القدم. تحياتي لك كابتن ياسر. عفو حبيبي، يعطيك العافية على استضافتك، وبإذن الله نستمتع في المباراة اليوم بإذن الله. خلوكم ويانا، معكم أنا وليد حميد، ونلتقي إلى اللقاء.